الجميلة والانطلاقات المتواصلة على بركة الله والتوفيق. تاسع أشواط هذه الفترة الصباحية المتميزة الخاصة من مسافة 6 كيلومترات. تاسع الأشواط لبكار المحليات، الأسماء القوية، الأسماء الرنانة التي دائما وأبدا ما تتميز من أجل الوصول إلى مقدمة الشوط وتسجيل النقاط على أرضية ميدان المرموم. البداية مع المراكز الأولى، البداية دائما وأبدا مشاهدينا الكرام مع من تتواجد مع المركز الأول وتحمل لنا الرقم 58. المركز الأول شعار السيد سعيد بن سيف الراشدي مع المركز الأول مشاهدينا الكرام بهذا التقدم وهذا التميز الجميل. المركز ثاني المراكز بهذه اللحظات تتواجد سرابة أحمد بن ناصر بن مسلم المزروعي. انتقل مباشرة إلى مصيحة مع المركز الثالث، تعود الملكية مالكها أحمد بن حمد بن هميله المزروعي. المركز الرابع، رابعا مشاهدينا الكرام جبارة ملك السيد محمد بن سليم الكتبي مع المركز الرابع. المركز الخامس، خامسا هنالك من تحمل الرقم 39 مشكورة مبارك بن عبد الواحد بن خزع العامري. بينما المركز الخامس مشاهدينا الكرام حفلنا الكريم من تتواجد هنالك من الجانب الأيمن باللباس الأحمر تتواجد عواصف علي بن مهير بن كليب. النقلة إلى المركز أو هنا مشاهدينا الكرام تحمل الرقم 47، وصلت في هذه اللحظات الأعداد الكبير، وصلت محبة عبد الله بن خلفان رفيسه مع المركز الخامس. الامور بدات تختلط والاسماء والارقام بدات تتداخل في بعضها. المركز وصلنا الى وين؟ الى المركز السادس. المركز السادس تحمل رقم 13 هنا كبسولة مع المركز السادس علي بن خليفة الرميثي. بينما المركز السابع مشاهدينا الكرام وصلت حفلة علي بن سالم الشرقي مع حفلة تحمل رقم 46 للسيد راشد بن علي بن مفتاح الشامسي، تعرفوا عليه الاخوان من واقع شعاره المعروف. المركز الثامن، ثامنا في هذه اللحظات تتواجد مشاهدينا الكرام الشاهينية محمد بن مبارك الشامسي ايضا يتواجد. المركز التاسع، تاسع المراكز نجود خالد بن حمد بن راشد النعيمي. بينما انتقل الى المركز العاشر بتواجد شعار السيد سعيد بن علي باللومية مع الشاهينية احتلت المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام، النداء للعشر المراكز الاولى التي دائما وابدا ما يسمح لها بالنداء. اعود مجددا الى مقدمة الشوط، اعود الى الصراع، اعود الى المركز الاول. من هي المسيطرة حتى هذه اللحظة؟ شعار السيد سعيد بن سيف الراشدي ما زال محتلا مع المركز الأول مشاهدينا الكرام. ما شاء الله محتل هذا المركز مع المسيطرة. بينما المركز الثاني، المركز الثاني مشاهدينا الكرام مصيحة مع أحمد بن حمد بن هميله المزروعي. المركز الثالث شعار الشامسي مع المركز الثالث.
راشد بن علي الشامسي يقدم لنا الشاهينية المركز الرابع. أيضا هنالك الشاهينية مع محمد بن مبارك الشامسي، بينما المركز الخامس خامس المراكز مشاهدينا الكرام. من تتواجد وتحمل الرقم 47 بينما انتقل مشاهدينا الكرام المركز الخامس في هذه اللحظات تحمل الرقم 47 الذي نتمنى لها السلامة مشاهدينا الكرام، بينما هنالك كبسولة مع المركز السادس شعار السيد علي بن خليفة الرميتي والأسماء قادمة، والشعارات أيضا واصلة في هذه اللحظات، شعار السيد سعيد بن علي باللومية مع الشاهينية، بينما المركز الثامن تحمل رقم 52 مشاهدينا الكرام 52 وصلت في هذه اللحظات، بينما المركز التاسع الأسماء 52 ومن تتواجد بالرقم 50 اللي ما تعرفنا عليهن شعار السيد محمد بن عتيق المقعودي المركز التاسع مبارك بن راشد بن طبازة مع المركز التاسع، والمركز العاشر عبد الله بن صالح العامري أيضا دخل في هذه اللحظات، عبد الله بن مبارك بن عيه الشامسي يتدخل في هذه اللحظات. أعود مشاهدينا الكرام، أعود إلى المقدمة، أعود إلى الصراع، إلى المركز الأول الشاهينية محمد بن مبارك الشامسي، روح يا بن مبارك وخلك مع المركز الأول. وصلت كبسولة، كبسولة مع المركز الثاني، الله كبسولة وعلي بن خليفة الرميتي ما شاء الله، الكبسولة بانطلاقة الكبسول، الله بينما الأمور 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 في خطر، الأمور في خطر، والأسماء القادمة وصل في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام محمد بن عتيق المقعودي وصل في هذه اللحظات، ايضا القادمه القادمه هنا مشاهدينا الكرام تمويل ملك زيد بن عبد الله بن براك تتدخل في هذه اللحظات، ولكن اعود الاخوان عبد الله بن مبارك بن عيا الشامسي قادم، وايضا هنالك طرب مع المركز الأول أو المركز الثالث طرف، ولكن أعود إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول محمد بن عتيق المقعودي ما زال، ولكن الشاهينية محمد بن مبارك الشامسي ما زال بالحرسي مع المركز الأول مع الشاهينية محمد بن مبارك، ويلا يلا يا ابن مبارك تبارك واذهب إلى ذلك الناموس، ولكن أيضا أوصل الطرف عبد الله بن مبارك بن عية الشامسي ما شاء الله، بينما المركز الثالث شعار السيد محمد بن عتيق المقعودي، الأمور في خطر، الأمور في خطر، ما بين طرب وطرب وطرب وطرب، واطربني يا الشامسي، اطربني يا الشامسي، الله عي بن عي على الناموس، ولكن المركز الثاني الشاهينية مشاهدينا الكرام ملك محمد بن مبارك الشامسي، الله يا الشامسي تهانينا مشاهدينا الكرام لمالك الشاهينية محمد بن مبارك الشامسي على الفوز في المركز الاول، المركز الثاني طرب عبد الله بن مبارك بن عيا الشامسي، المركز الثالث النصيبه لسعيد بن سيف الراشدي، المركز الرابع محمد بن عتيق المقعودي، وبقية الأسماء هنالك لجنة خطي للتحكيم لهذه الأمور. هنا التوقيت الزمني 9:22 ست أجزاء من الثانية، تهانينا لمحمد بن مبارك الشامسي على فوز الشانية بالمركز الأول، أيضا طرب أتت مع المركز الثاني 9:23 خمس أجزاء من الثانية، تهانينا لعبد الله بن مبارك بن عية الشامسي ثالثا. انصيبة ملك سعيد بن سيف الراشدي 9:23 ست أجزاء من الثانية.